معايا هنا شوية من البسطرمة. البسطرمة دي انا عاملاها في البيت، اللي عايز يشوف الطريقة هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو. معلقتين حلوين كده من الزبدة. دلوقتي اقلب البسطرمة بتاعتي، لازم تستوي كويس جدا لان دي لحمة نية مش بسطرمة جاهزة، فهاخد تاخد راحتها شوية في السوا، او اسيبها تستوي براحتها على نار هادية. دلوقتي البسطرمة استوت معايا بالشكل ده كده، معايا 3 حبات من البيض بالشكل ده. عايزاهم يستووا زي ما قلنا على نار وسط او هادية كمان. دلوقتي بقى شرايح كده من الشيدر والجبنة دي كمان انا عاملاها في البيت، يعني النهاردة كل الحاجات المفروض عاملينها في البيت بالشكل ده كده. وهدي عليها النار واغطيها، يا اما لو انا حاسه ان البيض استوى مش عايزاه اخليه يستوي قوي هطفي عليها النار واحطها دقيقتين تحت الشوايه. انا دلوقتي بحط كمان شويه من الجبن الموتزاريلا، وبكده بقى جاهز معايا احلى طاسه بسطرمه ممكن نعملها. وكده بقى جاهز معانا احلى طاسه بسطرمه بالجبن، طعمها وهمي، لازم تجربوها. يا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم، واللي جرب الوصفه تعجبه يسيب لي رايه في كومنت، وما تنسوش تعملوا لايك. سلام.